باريس، معا نصنع المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب أجواء مشمسة على العموم بسواحل الغربية والوسطى. كلما اتجهنا نحو الهضاب العليا تصبح الأجواء مغشاة خاصة بالهضاب الغربية مرفوقة بخلايا رعدية، حيث من المحتمل أن تكون هناك بعض الأمطار المحلية بشرق البلاد. الأجواء ستبقى مغشاة على العموم لكن ستتحسن من حيث حالة السماء هذا خلال الظهيرة تدريجيا. أما الرياح ستبقى قوية نسبيا تقارب 50 كيلومتر في ساعة. جنوبا أجواء مشمسة بشمال الصحراء الجنوب الشرقي والصحراء الوسطى، بينما تبقى مغشاة ورعدية بأقصى الجنوب الغربي لغاية منطقة الثورة مرفوقة بأمطار محلية حتى بأقصى الجنوب إلى غاية مرتفعات الهوغار وتاسيلي، ستميزها أيضا أجواء رعدية. الحرارة القصوى ستكون مرتفعة نحو المناطق الشمالية الغربية في حدود 37 درجة بتلمسان، تقريبا نفس المقياس بغليزان معسكر، 35 درجة بوهران، تقارب 28 درجة بالعاصمة، في حدود 27 درجة بتيزي وزو، نفس المقياس غربا بالبيض، 25 درجة بسكيكدا وعنابة، 26 درجة بالجلفة وباتنا. أما جنوبا ما بين 37 إلى 35 درجة، هذا بكل من بشار غردية وحتى بمنطقة الواحات، في حدود 34 درجة بتمن راست، مرتفعة على وسط الصحراء أقصى الجنوب الشرقي أقصى الجنوب الغربي وأقصى الجنوب بين 39 إلى غاية 45 درجة مئوية تحت الظل خاصة بأقصى الجنوب. الحرارة الدنيا خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين 16 إلى 19 درجة بسواحل، لن تتعدى 16 درجة بالهضاب الغربية، في حدود 13 بالمناطق الداخلية الشرقية، 16 بتيزي وزو، وترتفع بكل من غليزان معسكر تلمسان لتقارب 22 درجة. نفس المقياس سيسجل ببسكرة ورقلة وبشار، 24 درجة بغردية وطمن راس، 29 إلى 30 درجة بالنسبة للصحراء الوسطى، ترتفع إلى 31 درجة بأقصى الجنوب. أما البحر سيكون جميل بسواحل الغربية، رياح ضعيفة شمالية شرقية، بحر قليل الاضطراب بسواحل الوسطى ضمن التيارات غربية إلى شمالية غربية سرعتها أيضا تبقى ضعيفة، بينما بسواحل الشرقية بحر كثير الاضطراب مع رياح قوية أيضا تصل إلى 60 كيلومتر في الساعة ضمن التيارات غربية تماما. وقت غروب الشمس نهار اليوم على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 7 مساء و57 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، طاب يومكم وفي أمان الله.